السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، وربنا يعود عليكم الايام بالخير والسعادة ان شاء الله. حابب اعمل لكم حبة فيديوهات عن حاجات تعلمتها في امريكا او سمعتها في امريكا وكانت ليها اثر كويس جدا في حياتي، فممكن تكون ليها اثر كويس في حياتكم كمان. اول حاجة، اول ما جيت هنا امريكا اشتغلت مع دكتور اورال سيرجن، كنت شغال معايا وقال لي يعني ان انت تعمل احسن، فقلت له I'm doing my best، يعني انا بعمل احسن حاجة ممكن اقدر اعملها. فراح قايل لي رد غريب جدا كنت اول مرة اسمعه، قال لي maybe your best is not enough، يعني ممكن اكتر حاجة انت بتعملها مش كفاية. الكلمة دي بصراحة يعني ما كنتش يعني ايه مش كفاية، انا حاسس ان انا بعمل اقصى حاجة. الانسان ما بيعرفش فعلا ايه هو اقصى حاجة ممكن يعملها الا لما يتحط في الموقف ويحاول push himself as much as he can. انا الكلمة دي بجد كانت ليها اثر كويس جدا، كنت كل ما احس ان خلاص لا بقى انا تعبت ما فيش امل افتكر الكلمة دي واقول no my best is not enough and I keep going، اكمل وابتدي اعمل اكتر. فلقيت فعلا ان الانسان لو فعلا يحاول يعمل اكتر ما في وسعه وبعدين لسه ما وصلش، ده مش معناه ان هو وصل لاقصى ما في وسعه، لا ده معناه ان هو he have to do more و you still have more reserve، انت عندك اكيد احتياطي اكبر ان انت تعمل اكتر. فالكلمة دي عجبتني جدا جدا، يعني من الحاجات اللي كان ليها اثر ايجابي جدا في حياتي هنا في امريكا. فاتمنى ان هي تساعدكم انتوا كمان، وان شاء الله اشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين. هحاول ابقى اعمل فيديو تاني بعد العيد، في حد زي ما وعدتكم مهم جدا، ربنا يسهل بس اعرف اقابله الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله واعمل لكم فيديو معاه. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.